الله الرحمن الرحيم. أول حاجة كل عام وأنتم بخير، والله يتقبل مننا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. في الحقيقة O15 يعني المبادرة هذه تحسب لها لأنه هذه دعم كبير جدا من الشباب السعودي لملف كأس آسيا 2027، واللي أنا كنت واحد من البعثة اللي ذهبت إلى البحرين لتقديم هذا الملف والمهم جدا بالنسبة لكرة القدم السعودية، لا سيما أنه الكرة السعودية في فترة من الفترات تسيدت آسيا لمدة 20 سنة، لعبت 6 نهائيات، جابت 3 بطولات و3 مرات جابت الوصيف، يعتبر المنتخب الآسيوي الوحيد تقريبا اللي وصل لنهائي كاسيا 6 مرات. فالدعم هذا والمبادرة هذه صراحة من المفروض أنه الجميع يستفيد منها، بس يعني نحن كلاعيبة قدام وجالسين نوصل رسالة مهمة جدا للجيل القادم والجيل الحالي، وأيضا للجهات الأخرى، الأكاديميات، الأندية، كل الجهات المختصة والمعنية بكرة القدم، إنه هي تدعم هذه المبادرة وتدعم كرة القدم السعودية بمثل هذه التجمعات الجميلة اللي جمعتني بزملائي اللي يعتبروا صراحة من الجيل الذهبي في الكرة السعودية، وإن شاء الله بإذن الله يعني نوفق في الوصول إلى الخطة الموضوعة والمرسومة من قبل القيادة اللي هي 2030. فهذه تعتبر واحد من الخطط الرياضية الكروية تحديدا لرؤية المملكة ورؤية سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.